حازوين حياتي بلا بيهم قاعد الرياش ما بتزوج بيهم كل شي كي يشوفوا فيك راجل ديال الزمان عندي ومعه بيتش نولدوا مع بريتشا الزواج ماشي عيب في بلاد مكابيتش الميتة شحال قوة في هاد بلادي شحال مسطن بيتشا بيتش هالسميع قا ما بغيتها امتى وليتي كديري فل بقيت عقلة امتى في بلادي كاين حرام والخمر والميتة بلادي بحال الزل فيك حيدي داك الزيف اللي فيه راه ما لتحكش باني مهيتها شحال مزيان كان بالله ودابا ولا بحال بوينتها بحال مغنى الدار غادي يفرضو لك العين وغادي يصيفطك السبيطار بحال مغنى الدار بحال مغنى الدار غادي يفرضو لك العين وغادي يصيفطك السبيطار بحال مغنى الدار بحال لبنى ابيدار هاد البلاد خصها جال ماشي شميت الكيدار كاع ما تخرج طريق كل لقاش كل يهز الدار حلات انا لقاش با عمرو هز القفه هز القرعه غا في البار جوني مار كلش باغي نعيش الحم في البلاد كاين غير الكانيبال طحان دابا عاد عرفت علاش ربي دار النار شي وحدين كاع مسالو ماما تولي في هاد البلاد مخار شحال من فيكتي مشى بلا اخبار هادشي الكيطرا فينا عشوم وعار كاين غا ولا الحرام اختك جا الطريق وانت يا خارج ليها طاي طاي حيت حمار ماما بليز جيف ماني في بلادي كلشي كيدوخ غير بالعشيش والماري خلي الماري ياج مزالي كيك اللي عايش بالحيوط وكل حياتي دي زي مصحبات غاز فوط هذا المغرب كيك هم بحال صفوف هادشي غا شويه من اللي كتشوف حياه نديزه في هاد البلاد غا تشوفها اللي كيدو في الدين حيت اللي باقي غنشاملين كيدو بحال داعش غا بالسيوف جيت عيشه جيت تشوف حاجه من الدار غادي يفرضو لك العين وغادي يصيفطك السبيطار حالو من الدار حالو من الدار غادي يفرضو لك العين وغادي يصيفطك السبيطار حالو من الدار Qu'est-ce qui m'a dérangé sur les choses qui m'arrivaient? Me traiter de pute, c'est très bien, ça ne me dérange pas. Parce que chez moi, tu fumes une cigarette, tu es une pute. Tu es habillé avec une robe, tu es une pute. Tu as un petit copain, tu es une pute. Tu as envie d'être différente, tu es une pute. Pour que je fasse un rôle et me traite de pute, c'est pas grave, je grandis avec ça, j'écoute la pute. Il n'y a pas comme moi, beaucoup de femmes marocaines dans la rue, gratuitement tous les jours, on a pris l'habitude. Mais vraiment, qu'est-ce que je ne comprends pas, pourquoi cette hypocrisie à ce moment-là? Là. أنا تعرضت لعتداء في كازا الكوميسارية بغا تقبلني ولا حتى طبيب بغا يقبلني لكن كلي مشيت لها مبغاش تقبلني الكوميسارية اللي دخلت لها خاصة ولاية الأمل ديال الدار البيضاء الكبرى بالليل كلشي كيضحك عليا كلشي يقول لي وأخيرا أبيضة رجلتي مضروبة هادشي كله حنت شنو درت درت فيلم ما شفتوش شفتو شنو بغاو يوريوكم اللي كاين باغ انترنت